رئيس الوزاري هوري ايه صوماليا محمد حسين روبلي ايه مانت اللوغوسو لوغيي مقالادة قراوي عاصمة دا بنتلان قراون كتيارة داها ايه قراوي وحا كاقهور تغيي مسوليين كاترسان لبادة قولي ايه دولة دا بنتلان ايه سيدو كلي مسوليين هوري محمد حسين روبلي ايه وحا لوغل بيه هويقا وكتك دونة قراوي رئيس الوزاري هوري ايه صوماليا محمد حسين روبلي ايه كغيب قلي ايه علي مساركا مدحوينها عصوب ايه بنتلان سعيد عبد الله هيداني او مركلة ديبلو دورتي محمد حسين روبلي ayaa maalmaha uu garow ku sugan yahay kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda Puntland ugu sarreysa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay safarkiisa garow ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii soo dhaweeyay runtii aad ayaan ugu faraxsanahay annagoo ah xafriyul wasaare hore inaan maanta halkan isugu nimaano kana soo qayb galno munaasabada Cali Masarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland runtii reer Puntland هذا يقول ما هسي هنسيده وعطني ماذا له هني ماذا له أصحابني ماذا له إنه شو دوين إنك سواني كأنجارهان وقتر سنة يبون تلان سجارة مركو ما سنتهين